السلام عليكم، كيفكم يا غوالي؟ طمنون عنكم. اليوم راح أعرض لكم هجمات الجولة السادسة والسابعة من دوري الحروب بالاستراتيجية اللي استخدمتها طول فترة دوري الحروب، اللي هي الكرة النارية للآمر والساحرة الخارقة وهجمة ثانية جوية. راح بلش باستراتيجية الكرة النارية للآمر والساحرة الخارقة. هلأ مثل المشافين التصميم يعني ما له صعب بصراحة، فأنا من هون من على السهم راح نزل الآمر، وعلى الدوائر راح نزل تنتين إخفاء، سبلين إخفاء. ومثل المشافين السهم هاي المكان هون ضربت الكرة النارية والزلزال شطح معي لفوق شوي، بس ما في مشكلة. هلأ من على الزاوية من فوق من على السهم ثكنت الحصار، ورح نزل من على الزاوية جنب الآمر الملك والساحرات الخارقات، وشايفين الاتجاه اللي بده يمشي فيه. وطبعا رح افتح له بنفجر السور من الزاويتين تبعون الدفاعات اللي قدامه، ورح نزل الملكة على هذا السهم مشان خلص هيك كل الجيش يفوت لجوا باتجاه النص، وهيك بكون الجيش يعني اول باول عم بينظف الدفاعات. ونزلت الهيلرات والبالونات، نزل دوريت طبعا مو كله سوا مثل عادة مثل ما حكينا، يعني نزل واحد او الافضل يعني نزل اثنين اثنين حسب الحاجة. وهنا انا فعلت خاصية الامر مشان خاصية الملك عفوا مشان مباشرة يعني ندمر دفاعات وخليني ماشي بالسليم. نزلت السبل الجنب عند القلعة، هلأ هيك بيروح الجيش باتجاه البيت. فمثل ما شايفين يعني الهجمة جدا 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 سهلة. ومن على السهم نزلت البطل الملكية، وبهيك يعني ما بعرف انا يعني الهجمة شارحة حالة، يعني دايما بقول هاي الهجمة كتير بسيطة ما فيها أي تعقيد. كمان يعني خلص هلأ هيك أنا بستخدم السبلات حسب ما أنا بدي. أنا هون نزلت تركت دوريد واحد نزلته مع البطل الملكية، مثل ما شايفين يعني أنا شايف أنه الهجمة يمكن الخصم هو جدا سهل بصراحة، لهيك أنا ما لقيت أي نوع من التعقيد فيه. وشايفين تقريبا الجيش مثل ما هو، يعني ميزة الهجمة بالكرة النارية والساحرة الخارقة انه الجيش بيضل نسبة كبيرة منه، يعني انت بالامان موضوع انه الجيش يضل منه كتير اخر الهجمة. المشكلة اللي دايما بقولها هي مشكلة الوقت، الساحرة الخارقة بطيئة جدا جدا، فانت مثل ما حكيت انا قبل الفيديو لا تقعد كتير تنظف مشان تضرب الكرة النارية، حاول دايما تستخدمها بسرعة وتنزل الجيش تمشي بالحركة. مثل ما شايفين يعني تقريبا دقيقتين أكلت الهجمة. طيب هلأ أنا كمان رح أعرض لكم هجمة كمان بالجولة السابعة، كمان نفس الاستراتيجية، ورح ورجيكم أنه الأهم شيء أنه ما تطول باستخدام الكرة النارية للآمر. يعني أنا هون يمكن أخذت معي بين 10 إلى 15 ثانية على ما أظن لاستخدمت الكرة النارية، لأنه ما لازم الواحد يطول فيها. هلأ هون أنا بصراحة كمان هي ضربت الكرة النارية على جنب، كان لازم تيجي على المونوليث، بس ما في مشكلة هي يعني بتعمل لو جاي على المونوليث كنت دمرت الدفاعات اللي يمين ويسار المونوليث. بس على العموم بنتبع نفس الطريقة، الملك مع الساحرات الخارقات، وبالزاوية من فوق بنزل ثكنة الحصار، ونزلت الملكة، فتحت الطريق بالمفجر السور للملك، مفجر سور تاني كمان مشان يرجع الجيش يفوت تقريبا على النص. بس هو على العموم يعني التصميم سهل، فما كان في صعوبة بتوجيه الجيش. هلا هون انا فعلت الملك خاصية الملك، وهيك الجيش كله راح من طرف واحد، ورح نزل كمان مثل العادة يعني من جهة القلعة، نزل سبل الجنب، وهلا هيك بصير الموضوع جدا سلس وسهل. طبعا مثل ما شايفين يعني في سبلات كتير معي، ورح نزل انا من الزاوية اليمين من فوق البطل الملكية. ومثل ما شايفين يعني الهجمة ماشية بسلاسة جدا سهلة، ما في أي نوع من التعقيد بالهجمة. هو المهم بس التحكم بالكرة النارية، ضربة صح، سرعة استخدام الهجمة، هذا بيلعب عامل كتير كبير. ومع التركيز طبعا مع استخدام الدوريد، لأنه أنت مثل ما حكيت يعني استخدم الدوريد 2-2 تمام، يعني كل ما يكون في حاجة لاستخدامه بتنزل 2-2 ما بنزلهم يعني سوا. وطبعا هنا انا فعلت كل الجيش، فلانه خلص يعني ما ضل شيء. ومثل ما حكيت انا هلا بالشوي بالهجمة اللي قبل هاي الاغلب الجيش بضل، بس المهم عامل الوقت، عامل الوقت استخدام الكرة النارية صح وامورك بالسليم.
ان شاء الله اليوم يعني بما انه صار في تحديث جديد فانا رح بلش استراتيجية راكب الخنزير الخارق كمان، يعني رح استخدم السوبر هوك رايدر كمان مع لا مو مع الكورناري، بدون كورناري رح استخدمه. بس ان شاء الله كمان يعني انا بس عم استنى التحديث، قلت لحالي مشان نظبط هي الهجمة وبدي اعدل عليها، يعني ساويها انه تكون هجمة كتير يعني فعالة، ما بدي استخدمها بتزبط على مخططات ومخططات، لا يعني بدي تكون نسبة نجاحها كتير عالية. هلا هون انا هي الاستراتيجية اللي مثل العادة بستخدمها، الهجمة الجوية. رح اشرح عن هي الهجمة، اكتفي بالشرح عن هي الهجمة وحط لكم هجمتين بعدها اللي بحب يتابع الفيديو للاخير. نفس هي الاستراتيجية، هجمت هون على الاول بالجولة السابعة، نزل ملكة من على الزاوية على هذا السهم، بضرب السهم العملاق، فعل براج الاخفاء ومو مشكلة حتى لو ما نشالوا المنفاخين الجويين، هذا السهم هو هذا اتجاه منطاد المعركة اللي راح يروح فما راح يأثر عليه ابدا. مثل ما شفتوا انا ضربت السهم العملاق، نزلت الجيش من الزاوية تحت وشايفين المنطاد المعركة، هلا هون فعلت الامر منطاد المعركة ما راح يتأثر نهائيا حتى لو ما المنفاخ الجوي انشال. المهم انه فعلت ابراج الاخفاء. سبلات الاستنساخ مثل ما شفتوا كيف نزلتها يمين ويسار وعلى اليسار لفوق شوي، خليهم الداخلين مع بعض وهيك بضمن انه البالونات ما تتدمر دغري لما بيفجر البيت، وشلت اغلب الدفاعات فمثل ما شايفين. وهلا يعني انتهت الهجمة، تعتبر يعني الهجمة بلشت وانتهت خلال اقل من دقيقة. فانت ما عليك غير بس انه تشوف مثلا البطل الملكية شوفه وين نزلته، وهون جمدت المونوليث والبرج النار، فخلص هيك الهجمة جدا سهلة وسلسة. والله سوري جدا انا ما حكيت انه حطيت السبل الجنب مع الملك قدام الملكة، انا يعني بصراحة بحب اعتمد بخصوصا هجمات الحروب، يعني ممكن انت بالهجمات العادية هجمات دوري الاسطورة او هجمات الحرب العادية في الواحد يتفنن ومعه مجال يعني اذا خربط او خبص، اما هنا يعني بصراحة اللي بحب يعني يعتمد هيك هجمات مشان دوري الحروب، شايفين يعني النتيجة جدا فعالة. المهم انه تبدأ تخطط صح لها، والاهم شيء انه تكون الفعالية كثير عالية للهجمة، انا هذا الصراحة الشيء اللي بعتمده. مشان ما يصير ملل بالفيديو وتكرار استخدام الطريقة فانا خلص راح اترككم مع اخر هجمة اللي بحب يتابعها، وان شاء الله رح نزل استراتيجية السوبر هوك رايدر راكب الخنزير الخارق، وغالبا كمان بدي ساوي استراتيجية الملكة الماشية كمان نعمل عليها شي طريقة تكون ظريفة ومضمونة. لا تنسونا يا غوالي من اللايك والاشتراك لطفا وكرما، مشكورين جدا سلف على الدعم، نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.